مئات النشطاء من أكثر من 40 دولة تجمعوا قبل أشهر في مدينة إسطنبول للتحضير لإطلاق أسطول كسر الحصار في غزة عبر البحر. هذه المبادرة كان من المفترض أن تنطلق حاملة للمساعدات الإنسانية لغزة ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، لكن الأسطول واجه عقبات قانونية وإدارية تسببت بها إسرائيل، والولايات المتحدة منعت السفن من مغادرة الميناء حتى اللحظة بحسب ما ذكر على موقع المبادرة. أحد المشاركين في أسطول كسر الحصار هو الناشط الأسترالي روبرت مارتن الذي زار الضفة الغربية ووثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. هو ضيف اليوم في استوديو العرب من إسطنبول. روبرت مارتن، ناشط سلام وسياسي أسترالي. روبرت، أهلا بك معنا. بداية تخبرنا أكثر شو صار بموضوع أسطول الحرية اللي المفترض أن ينطلق من إسطنبول إلى غزة. للأسف أسطول الحرية واجه العديد من العقبات، منها السياسية. هناك العديد من البلدان التي وعدت أنها ستساعد فلسطين، ولكن هذا مجرد كلام. وما نعرفه أن أسطول الحرية كان يحمل آلاف المساعدات ولم يسمح له الدخول في عدة ميناءات. إذن الأسطول، ونعرف أن هناك أيضا الهندالة التي لديها أيضا عمليات. هل استسلمتم ولا راح تواصلوا يعني الضغط من أجل إنجاح هذه المبادرة الإنسانية من أجل غزة؟ لن نستسلم أبدا. قد تتأخر جهودنا ولكن لم نستسلم أبدا، سنواصل بذل جهودنا بعد إذا رفع الضغط السياسي، وإذا سأعود وسأكون على متن هذه السفينة وسأتجه إلى غزة وأود أن أفضح النفاق الموجود في هذه البيئة وأن أكشف الدول التي تتواطأ مع إسرائيل وأن ألقوا القبض علينا. إذن هذا سيؤكد أنهم لا يسمحون دخول المساعدات الإنسانية. روبرت، شو اللي خلاك أنه تتحمل مخاطر من هذا النوع؟ أنت أسترالي وأنا بشوف نشاطك على إنستغرام أنك يعني كرست وقتك وتتحمل مخاطر من أجل القضية الفلسطينية. لدي إذن ميزة أنني من الشعب ذوي البشرة البيضاء وأستطيع أن أقوم بعمل لا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل فيه. رأيت إذن الاحتلال وفي الضفة الغربية، لذلك أود أن أستخدم مكاني لأفضح إسرائيل. كيف تغيرت مواقفك؟ يعني أنت من البدايات بجوز يعني ما كنت تعرف كثير عن القضية الفلسطينية، وبجوز أقول بجوز كنت من المناصرين لإسرائيل، إلى أن اكتشفت الحقيقة بأن هناك احتلال وأن هناك شعب مضطهد يعاني الاحتلال هو الشعب الفلسطيني. إذا بالإمكان تعطينا هيك فكرة عن هذا التحول. إذا أود أن أقول أنني أشعر بالحرج عند أن صديقي كان فلسطيني وكان إذا يصف لي ما يحصل في فلسطين، ولكن كنت أشاهد التلفاز وكنت أصدق البروباغندا، كنت عنصري بشكل لم يكن لدينا إذا تعدد الآراء، ولكن عندما رأيت بعيني غيرت رأيي وأنني أدعم فلسطين. بس هذا التغير اللي حصل مش تغير عادي، يعني تغير رائع بدي أقول. يعني أنت الآن تكرس وقتك لخدمة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لدرجة أنك سافرت كثير إلى الضفة الغربية وتعرضت لمضايقات، لأذى جسدي، لإبعاد، سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين.
نعم، لقد تعرضت للمضايقة من قبل القوات المسلحة، ولكن ما وجدته أيضا هو حصلت على حب الفلسطينيين. هم شعب شجاع، وإذا شعرت بالراحة بجانبهم وبالحب، وأني أتطلع أن أصبح فلسطيني وأن تصبح حرة فلسطين. هل يعني المرة الأولى اللي زرت فيها الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية شعرت بأنه معقول في هذا الوقت ما زال هناك قمع، إجراءات احتلالية، اضطهاد لشعب بأكمله؟ يعني كانت الصورة مفاجئة لك؟ لقد تفاجأت، لم أستطع أن أصدق ما رأيته، والأبرتايد والاحتلال وأيضا نزع الطابع الإنساني من الفلسطينيين. لم أكن مستعد حتى لو قرأت إن ذهبت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام وإلى فلسطين قد يروا ما يحصل. لم أستطع أن أنسى ماذا حصل، وسأواصل الدفاع عن فلسطين حتى تصبح حرة. إنني أشعر بألم كل فلسطيني، لم أنسى أبدا. شو أكثر شيء يعني أثر فيك من مشاهد أنت وثقتها بفلسطين، أو ربما ما استطعت أنك توثقها لكن ما زالت ترافقك ليل نهار ولا تستطيع أن تنساها؟ لقد التقيت بأسرة ابنتهم التي تبلغ 5 سنوات تم دهسها بشكل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي. الجيش قاموا بإلقاء القبض على هذه الأسرة، ولكن الشخص الذي قتل طفلتهم لا يزال حرا. وتم إذن إلقاء اللوم على هذه الأسرة لمقتل طفلتهم، وابنتي كانت تبلغ العمر نفسها عندما كنت هناك. لم أكن أصدق ماذا يحصل، أن يتعرضون أيضا للمضايقة وهم يتألمون. لا نستطيع أن نكمل بهذه الطريقة، يجب على الأطفال أن يحصلوا على حق التعلم. يعني بنتك الآن مثلك تناضل من أجل القضية الفلسطينية، من الأقارب في ناس كثير الآن بنفس النهج؟ ليس لدي أسرة كبيرة، ولكن ابنتي تعرف وتعي ماذا يحصل وتقف إلى جانبي. يتعلمون ويتفهمون الأمور البسيطة. أحاول ألا أشارك معهم صور الموت والألم، لكن أقول لهم أنهم محظوظين وأن حياتهم جيدة، ولكن الفلسطينيين ليس لديهم الفرصة نفسها. ونحن نرى الكثير من البروباغندا الإسرائيلية، وإذا يجب أن أساعدهم لأن هذا كل ما يروه. كم هذا الوضع قاسي؟ يعني أنت أسترالي وتشعر بهذا الأسى مع الفلسطينيين، أنه لما هب الغرب تحديدا لإدانة روسيا لما بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا وعقوبات وإلى ذلك، ومناظر أطفال غزة جثثهم اللي تقطع إلى أشلاء، ما حركت هذا الغرب؟ مجلس الأمن، الأمم المتحدة؟ أعتقد أن الشعب والمجتمعات غيروا رأيهم، ولكن الحكومات لا يفعلون ما يريده الشعب في أستراليا. نعرف أن المجتمع الأسترالي الذي يدعم فلسطين يزداد ويتوسع. أعرف أن رئيس الوزراء في أستراليا كان يدعم فلسطين وكان يدعو لفرض عقوبات الإسرائيلية، ولكن الآن يستخف بالأمور ولن يساعد ذلك الوضع. طيب هل يعني تفكر في العودة إلى الأراضي الفلسطينية غير مسألة الأسطول الحرية اللي تروح لغزة، تروح إلى الضفة الغربية مرة أخرى لتوثق، لأن الوضع جدا الآن أسوأ من السابق، أم ممنوع الآن من الدخول؟ أه
عندما غادرت الضفة الغربية تم أخذي إلى غرفة وقيل لي أنني لن أذهب مجددا إلى فلسطين، وإن ذهبت هناك سيقتلونني. أنا أود أن أذهب مجددا إلى هناك، إن حصلت على بطاقة صحافة قد أذهب إلى هناك، لدي عمل أود أن أكمله لأكشف ماذا يحصل في فلسطين، أنني أحب أن أذهب مجددا إلى هناك. هل حضرتك أثرت كمان أنت بالرأي، يعني في بعض الرأي العام الأسترالي كان لك إسهام في تفتيح عيونهم على الحقائق؟ أعتقد أنني أثرت عليهم بشكل كبير، لأنني عندما سافرت حول العالم كان هناك العديد من الأشخاص الذين اقتربوا مني وكانوا يشكرونني على عملي. أود أن أشكر الفلسطينيين لاستقبالي في مجتمعهم وسماحهم لي بمشاركة بالاحتجاجات والمظاهرات، وأعتقد أننا نعمل لنغير الأمر. ولكن أود أن أقول أيضا أن 7 أكتوبر تأثر أو كان نتيجة عن دول غربية التي لم تفرض أي عقوبات على إسرائيل، هم سمحوا لإسرائيل أن تفعل ما تشاءه، إذن ذلك قد يحصل. نعرف أن 7 أكتوبر هو بداية نهاية إسرائيل التي نعرفها. أنت الآن يعني تعد سفير لفلسطين، لكن إن شاء الله أنه إذا حصلت دولة فلسطينية أقيمت تكون سفير فخري لهذه الدولة الفلسطينية، بتتمنى ذلك يعني أخيراً؟ I would absolutely love that. نعم أتمنى أن يحصل ذلك، أنا فلسطيني في قلبي. شكرا. وأنت دخلت قلوب الفلسطينيين. من إسطنبول روبرت مارتن، ناشط سلام وسياسي أسترالي، شكرا لك.